الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي. تصدرت هذه الكلمات الثلاث عناوين الصحف ووسائل الإعلام والعالم كله أيضاً منذ 7 أكتوبر الجارية، ولا تزال التساؤلات تدور في أذهان الكثيرين كيف فشلت المخابرات الإسرائيلية ومعها الأمريكية في كشف إعداد حماس لهجوم 7 أكتوبر. تقول مصادر مطلعة لشبكة CNN إن خلية صغيرة من نشطاء حماس كانت تخطط للهجوم على إسرائيل على مدى 2 من خلال التواصل عبر الهواتف الثابتة في شبكة الأنفاق تحت غزة. خطوط الهاتف أمنت تواصلاً سرياً، وبالتالي لم تتمكن المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية من تعقبهم، واعتمدت حماس خلال تخطيطها للعملية على إجراءات استخباراتية قديمة الطراز، مثل عقد الاجتماعات شخصياً والابتعاد عن الاتصالات الرقمية. وقالت المصادر إنه على الرغم من تدريب مسلحي حماس لعدة أشهر، فإنه لم يتم إبلاغهم بالخطة إلا في الأيام التي سبقت العملية.